أتى رمضان، بشراكم أن الملك الديان جل في علاه الرحيم الرحمن قد أمر ملائكة الجنة بفتح أبوابها، وأمر ملائكة النار أن يغلقوا أبوابها، وأمر أن تصفد مردة الشياطين. والله إن رمضان لنعمة، وإن رمضان لجنة وجنة، وإن رمضان حرز لكم من النار، لأن الملك الجليل الرحيم الرحمن سبحانه يعتقنا من النار في كل ليلة. بل إن رمضان من رمضان إلى رمضان بشراكم كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. من ذاك الذي لا يفرح؟ إنها نعمة منا، تحتاج منا الشكر الفرح، لكن الفرح بأن نكون قد صمنا صوم من سيودع الدنيا، صيام المودعين. لأننا في آخر العام الماضي لما رحل رمضان كان في بعض قلوبنا ألم، وفي حلوق البعض غصة، وفي عيون البعض دمعة، أسفا على رحيل رمضان، وأنه لم يودع رمضان عملا يرضيه. فيا معاشر الأحبة والإخوة والأخوات، ننطلق في رمضان هذا العام فرحين مستبشرين، ليبقى لنا في الدنيا أثرا، نشرب من حوض محمد هناك، وندخل مع باب الريان. اللهم آمين.